مساء الخير. بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافة العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالون إلا يتابعونا، خليكن معنا. شاليه فخم للبيع على شكل فيلا بيكفرد بيان، موقعه استراتيجي قريب 50 متر من المزار وكاشف عفيو جبل ما بينحجر، مؤلف من 3 طوابق للسكن ومساحته الداخلية 225 متر مربع، تابع لإلو جاردن 240 متر مربع. موقع الشاليه آمن بجيتد كوميونيتي وبرايفت انترنس خاص، 4 بيدرومز بالإضافة لأوبن ليفينج سبيس وكيتشنات. أما الفينيشينج هاي أند من أبرزها سانيتري أوروبية، باركي ماسيف، لايتينج ديزاين وفاير بليس. شالي بيكفرد بيان جاهز للسكن ببرايم لوكيشن قريب من أهم مراكز التزلج، مع أندر جراوند فلور خاص للسكن والستورج. ميرامار 2 بروجكت سياحي فخم بيشمل لبنان تحديداً بالألمون، بعيد 50 دقيقة عن بيروت و7 دقايق عن طرابلس. موقعه كاشف على البحر وخضار الجبل وفيو أكبر مرفق بيشمل لبنان. مؤلف ميرامار 2 من 4 بلوكس و70 أبارتمنت بالإضافة لأوتدور بول. تتراوح مساحة كل أبارتمنت من 90 متر مربع مع 2 بيدرومز وصولاً لدوبلكس 300 متر مربع مع 3 ماستر بيدرومز. مكون المشروع من 3 طوابق، جراند فلور بيستفيد من جاردن، طابق الثاني تابع له تيراس، أما الطابق الثالث عنده روف توب مجهز ببرايفت بول مع بيس من إزاز كاشف على الليفينج روم بالطابق الأسفل. تونيل تحت الأرض بيوصل ريزورت ميرامار 1 بالمشروع السكني ميرامار 2، وبإمكانية جميع السكان الاستفادة من خدمات الريزورت، من أهمهم بولز، جيم، سبا ومطاعم وانترتينمنت. سبيسيفيكيشنز عالمية بالعمار والفينيشينج، سيكوريتي ومينتننس 24/24، بالإضافة لأندرغراوند فلور مخصص للباركينج. 70% من الشقق أفيلبل للبيع والمساحات ابتداء من 90 متر مربع. ميرامار 2 لوكجري بروجكت ضخم على بعد أمتار من البحر ومأمن فيه أحدث الخدمات. أما التسليم بربيع 2018. أبارتمنتس مع سند ملكية وتسهيلات مأمنة بالدفع. سيفي رايز بوسط المدينة بيروت، أعلى تاور بمنطقة سوليدار جهة الشمال كاشف على بانوراميك فيو ما بينحجب. موقعه استراتيجي قريب من المرفأ وأهم المراكز التجارية والسياحية. مؤلف التاور من 12 طابق جراوند فلور ميزانين تجاري و11 طابق للسكن. أفيلبل للبيع قسم شقتين بالطابق، مساحة كل شقة بين 177 وال 189 متر مربع، وقسم شقة بالطابق مساحتها 320 متر مربع ودوبلكس 400 متر مربع. سيفي رايز ببرايم لوكيشن مقابل بور بيروت مع أوبن فيو على المدينة والبحر. 2 هاي سبيد إليفيترز، دبل جليزينج، اي سي وهيتينج سيستم. بالداخل يوروبيان ماربل وسيراميك، باثرومز أوروبية وفول سيلينج مع اندايركت لايتينج. سيفي رايز بيتمتع بعلاقة مع سوليدار من دون ما يخضع للشروط. 5 underground floors مخصصين للباركينج والستورج، بالإضافة لسبيسيفيكيشنز فخمة وهاي اند فينيشينج. شقتين كبار وخمسة أصغر أفيلابل للبيع. Thousand times.
ويزي هيلز هاي اند بروجكت بمرحلة الكونستراكشن، موقعه استراتيجي ببعبدا قريب من وزارة الدفاع وعلى بعد 10 دقائق من بيروت. فيو بتل على البحر والجبل، ارتفاعه 350 متر عن سطح البحر. بروجكت مؤلف من 13 بلوكس للسكن. مساحات السامبلكس تتراوح بين 190 و230 متر مربع بالإضافة لغاردنز، أما الدوبلكس بين 330 و400 متر مربع بالإضافة لتيراس. لكجري فينيشينج بالداخل. بروجكت خاص للسكن بجيتد كوميونيتي ومأمن فيه سيكوريتي عالية. من أهم الخدمات المأمنة بالمشروع جيم، سوبر ماركت، غاردنز، 2 سويمينج بولز وكافيه. سبيسيفيكيشنز عالمية منا عمار إيكو فريندلي، ووتر بروفينج سيستم، سيستم ضد الزلازل، دبل جليزينج وبرايفت جنريترز. كل أبارتمنت تابع لإلها 2 ل3 باركينج بالإضافة لستورج رومز. لويزا هيلز لوكجري بروجكت ببرايم لوكيشن وأكسس سهل من الأوتوستراد ومعايير عمار عالمية. أما التسليم بآخر صيف 2019. لوكجري دوبلكس للبيع بمونتي فيردي، تحديدا ستريت نمبر 2، منطقة آمنة وفخمة بمحيط كله خضار وفيو 360 درجة. بناية هاي اند بآخر مراحل الفينيشينج. مؤلفة البناية من 4 طوابق ودوبلكس 600 متر مربع، مؤلف من روف 400 وطابق سامبلكس 200. إمكانية فصلهم ليكونوا شقتين منفصلين ومستقلين أو دوبلكس واحد مساحته 600 متر مربع. دوبلكس ضمنه تيراس 130 متر مربع مع تجهيز لسويمينج بول كاشف على فيو من الجبل للبحر، ومؤلف من 3 ماستر بيدرومز مع سالونات وكيتشن مستقل. هاي اند فينيشينج بالداخل والكيتشن حسب الطلب. بناية فخمة بمنطقة المونتي فيردي بشارع سكني كله فيلال بتطلع فيو بحر وجبل. دوبلكس 600 متر مربع للبيع، ممكن فصله لشقتين مستقلين تابع لإلو كاف وباركينج. حالياً دوبلكس جاهز للسكن. أكد بعض العقاريين أن قطاعات الضيافة والمكاتب والتجزئة بدبي شهدت نمو ملحوظ خلال عام 2017، وبالمقابل انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني هالعام بالمقارنة بعام 2016، وأشاروا إلى ارتفاع حجم الطلب مع زيادة عدد زوار الإمارة. كما أدى استمرار تربع دبي على موقع ريادي على مستوى العالم كجهة استقطاب للاستثمارات والأعمال إلى تعزيز مكانة قطاع تجارة التجزئة. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كثيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وتراسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافة المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا تحضروها على mtv.com.lv/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم معنا.